زكاة ذهب، زكاة فضة، زكاة أموال، كلها فيها زكاة يا إخواني. زوجاتنا، بناتنا، أخواتنا ربما عندهن ذهب، وذهب يصل النصاب، يكاد ما تخلو امرأة ما شاء الله من الحالة، من الناس اللي هم بحالة متوسطة عندهم يعني يصل النصاب، ففيه الزكاة في ذلك الذهب، الذهب الذي عندها مع إذا كان عندها أموال كلها تجمعها، فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة، وتلك الزكاة هي حق الله، حق الله، لابد أن نعطي الله. الله أعطاني أموال كثيرة ثم طلب مني اليسير، فعلى الإنسان ماذا؟ أن يعظم كل ما عظمه الله عز وجل، وأن ينتبه لنفسه وعياله وأنفسكم وأهليكم، فنهتم بأنفسنا وبأهالينا، وأن نؤدي هذه الفريضة وهذا الركن من أركان الإسلام.